حزب الوفد اللوجو بتاعه، اللوجو ولا الحزب؟ اللوجو ده اللي قدامنا ده اللوجو، دليل. واللوجو يعني دليل طبعا. واشاره الى طبعا. الحزب، حزب الوفد ده يعني انا بعتبره جزء لا يتجزأ مننا. يعني احنا يعني حزب الوفد ده من وقت والدي وتاريخنا وحياتنا كلنا، الوفد هو الوفد. طبعا لما جينا في وقت معين، انا احب برضو اوضح لحضرتك حته مهمه، انا ليه ما دخلتش الوفد وما كملتش مع الوفد في حين والدي ده تاريخ. ما انا حطيت لك الصوره دي عشان كده. عشان كده والدي طبعا انا جيت اتكلمت بعد كده مع دكتور نعمان جمعه الله يرحمه، ولما جه اتكلمنا ان انا اخش في حزب الوفد، انا قلت له انا عايز اخش حزب الوفد وعايز اعمل منظومه تحديث كامل للحزب، ونعمل نشوف اللجان وكل الامانات ونعيد تثبيتها ونحدث الحزب الكترونيا وفكريا. كان ليا وجهه نظر بحاجه نبني الحزب علميا بطريقه احسن. فهو دكتور نعمان جمعه ما شافش ان دوت ما كانش له قبول بالنسبه له، قال لا خش الاول وبعدين خش هي اولى مرحله تانية وبعدين نبقى نفكر في الكلام ده كله. فانا فهمت ان احنا بنتكلم في بوابه مقفوله مش هينفع الاختراقها ولا اتكلم فيها ولا اتعاون فيها. ففي نفس الوقت دوت لما ايمن نور كلمني على حزب الغد، يعني جت بالتوازي كده بعديها بفتره بسيطه، لكن انا كنت اتمنى بقى حزب الوفد. حزب الوفد ده من الاحزاب العريقه. لما عرض عليك بغض النظر عن الجزء السياسي اللي حضرتك قلت عليه بشعبيه الوالد في دايره باب الشعريه اللي كانت نفسها دايره ايمن نور، ايوه، تفتكر هو عرض عليك هذا العرض لانك كنت رجلا ثريا في ذلك الوقت؟ كنت راجل غني؟ وارد، وارد جدا، لان هو كان تفكيره ايمن نور ما شفتوش بصه في اي حاجه. ايمن نور احنا كنا عايزين ننجح منظومه حزبيه، بس انا ما شفتش ايمن نور مساهم فيها في هذه المنظومه. هو كان بيساهم باسمه و مين اللي كانوا بيصرفوا؟ يعني ما مش عايز اذكر اسماء، بس انا يمكن انا من كنت شايل تقل كبير في هذه المرحله في البدايه، لكن جايز بقى كان بيعرف يتصرف مع ناس تانية هو بقى باداء شخصي بينه وبينهم، لكن انا ما شفتش دور مساند. حتى الجريده نفسها، كل الجريده كل مشاكل، ولما نزل انتخابات كل اللي اتصرف في الفلوس الاهرام ومديونات الاهرام، ما مين اللي شال الكلام ده كله؟ انا. فيعني هو ما يعني كان بينفذ ما اللي بيدور عليه عشان نجاحاته، لكن ما كانش بيلتزم باي حاجه. فدي نقط كلها معروفه مدونه وارقام معروفه ميزانيات. فده الحقيقه يعني انا بعتبر نفسي من الناس الركائز اللي صرفت على التواجد بتاع حزب الغد، وصممت بعد كده استمرار بهذا الحزب ونجاح وانجحه فعلا. واحنا حزب الغد النهارده واصل لمرحله ليها حجمها وموجود في 22 محافظه ولينا مقرات في كل حته ولينا تواجد في مع ناس كتيره والقبائل العربيه ولينا علاقه مع متحدي الاعاقه وعلاقه مع الفلاحين. يعني في ادوار قمنا بيها مهمه ووسعنا الحزب، بقالنا سنين بنكبر في هذا الحزب وبنبص له بصه يعني ايجابيه ان احنا نعمل حاجه كويسه فعلا يعني. طيب ناخد الصوره اللي بعدها. ايه؟ انا عايز اعرف بس هي دي فوتوشوب ولا دي بانر على الحقيقه؟ انا حاولت اعرف. احنا اللي عايزين نعرف. لا ما عنديش فكره. ده اللي موجود على السوشيال ميديا انا حاططها لحضرتك واحد عشان هذا واحد مزور الغرض، عايز اعرف. واحد مزور، واحد من الاعداء لينا قال انا معقول انزل ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ طب ما تكتب بدل ما تكتب المواطن اكتب مثلا مرشح بقى، كنت كملتها بقى الكذبه يعني. فانا هحط صورتي. طب دي صورتك اللي على الناحيه الثانيه؟ طبعا صورتي. ما صورتي يتاخد اي فوتوشوب يتاخد من اي حته ويتركب، يعني مش حاجه فيها بتاع. لكن ده الشخص دوت لو احنا عرفنا نوصل له هنعرف نتعامل معاه. طب انت جزء من حملتك ما بيشتغلش على السوشيال ميديا؟ بيشتغل على وسائل التواصل بس مش لسه ما وصلناش للحته دي، مين اللي عاملها ومين في ناس. لا قصدي انه على الاقل يترد عليها، يتعمل شغل مقابل، شغل مضاد. لا ده في حاجات تانية كتير، في حاجات تانية كتير. اصل انا لو هبتدي اتكلم وارد عليهم في امور كتيرة جدا، يعني لو هيلخمونا في موضوع الناس يعني هتفهم الكلام ده، لان لو هو عنده البانر ده موجود على الطبيعة احب اشوفه، او لو احنا بنتكلم عليه النهارده وسامع سيادتك ما يواجهنا. هو يا شباب البانر ده قالوا انه ملقوط منين الصورة؟ ايوه، لكن ما مش محددين المكان. وتفتكروا انه ده يعني جايز ممكن يكون في منطقه بين السرايات ولا حاجه؟ جايز جايز اي حته يقولوا لنا عليه ساعدونا، بالعكس يبقى كتر خيرهم ان احنا نعرف فين البانر ده موجود. عموما الصوره اللي لقيتها جريده اليوم السابع، وطبعا يعني الصحفيين غير مثير الشغب على السوشيال ميديا، فاحنا
هنكتفي بهذا القدر من التعليق على هذه الصورة. اليوم السابع موجودين معنا كل يوم تقريبا وبيحغطوا الحملة وهم عارفين الكلام ده وهم اللي بعتوا لنا الكلام ده وقالوا لنا شوفوا التزوير اللي بيحصل. فاليوم السابع على مستوى فكري يعرفوا كويس قوي ان الكلام ده ما بيطلعش مننا احنا. تمام، انا الحقيقة ما شوفش التعليق اللي اتنشر مع الصورة، ولكن على الاقل احنا كده يعني بنستجلي منك الامور. طيب ناقص كمان صورة. الرقم ده يمثلك ايه؟ 104 دول عدد الاحزاب في مصر. فاكر قبل الثوره كان 24 حزب، اصبحنا 104 بزياده كام؟ 80 حزب. هم فين بقى؟ اولا انا ضد مبدا الاحزاب الدينيه، ده نمره واحد. طيب نمره اتنين، اي حزب ما عدلش لوائحه عشان يبقى يتوافق مع الدستور فانا رايي لازم يتقفل. في بقى احزاب تانيه غير فعاله، يعني انا مش بتكلم على الاحزاب ك انا افهم انه الاحزاب قبل الثوره كان بتاخد دعم مالي من كان بياخدوا 100,000 جنيه في السنه. وانا سعيد ان مفيش دعم مالي للاحزاب، يعني كويس. مش ممكن تبقى الان نادر. بعد ده ما حصل، هل تفتكر انه الانكتيفيتي او انها دورمنت، يعني الاحزاب نايمه، ايوه عدم الفعاليه اللي حضرتك بتتكلم عليها، هي سببها انه ما عادش فيه دعم مالي من الدوله؟ جزء من الاحزاب طبعا من اللي هم يعني غير فاعلين خالص طبعا عملت مشكله معهم، لان في احزاب صغيره عائليه مالهاش ادوار كبيره، وفي احزاب قايمه على اعضائها وبيقدروا يساندوا في حدود معينه، ما عندهمش امكانيات برضو، يعني كل واحد بيفكر في امكانياته وبيته وحاله، مش هيجي يدفع الفلوس اللي عنده كلها الحزب. فبعض الاحزاب ليها امكانياتها، زي مثلا حزب الوفد. حزب الوفد كان عنده جريده، وجريده كبيره، وكان بيجيب له اموال كتيره، فيعني حزب زي حزب الوفد بيقدر يستمر من خلال اعضائه وبامواله. لكن حزبنا احنا برضو الى حد ما بحجم صغير،